بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نبدأ نكمل الدرس بتاعنا إن شاء الله. النص بتاعنا من تجارب الحياة للشاعر زهير بن أبي سلمة. إحنا كنا شرحنا 5 أبيات في الحلقة القادمة، وهنكمل النهاردة إن شاء الله بقيت الأبيات. البيت السادس بيقول: ومن يجعل المعروف في غير أهلي يكن حمده ذما عليه ويندم. المعروف بمعنى كلمة المعروف كل عمل خير، ومضاد المعروف اللي هو المنكر، وكلمة حمدي يعني شكره، ومضاد الحمد اللي هو الجحود. ذما أي هجاء ولوم، مضاد الذم اللي هو المدح. يندم يعني يتحسر، مضادها يفرح. الشاعر بيقول: من أحسن إلى من لم يكن أهلا للإحسان إليه والامتنان عليه ذم ولم يحمد، فيندم على إحسانه في غير موضعه. فيندم على إحسانه في غير موضعه. من مواطن الجمال اللي موجودة في النص، البيت كله دوت كناية عن صفة، وهي ضرورة حسن التصرف، وسر جمال الكناية اللي هو الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل في إيجاز وتكسيم. ومن يجعل المعروف في غير أهله، استعارة مكنية، صور المعروف بشيء مادي يعطى ويمنح، وسر الجمال عند التكسيم، وتوحي بالغفلة وسوء التصرف. ممكن يقول لي بما يوحي هذا التعبير، إن يقول له يوحي بالغفلة وسوء الإيه؟ التصرف. يكن حمده ذما، نقول عليها تشبيه بليغ، صور الحمد في غير موضعه بالذم، وسر الجمال عندي اللي هو التوضيح. عندي هنا علاقات حمده وزما، نقول عليها ارتباط يوضح المعنى مين ويبرزه ويؤكده بالتضاد. طب ما قيمة العطف، نقول له قيمة العطف بين يندم أو عطف يندم على يزم، نقول ديت نتيجة مترتبة، وكلمة زما هنا للتحقير. والبيت كله أسلوب شرط يدل على التقرير والتوكيد. أسلوب البيت كله زي ما احنا متفقين، أو زي ما احنا قلنا في بداية الحلقة، اللي هو أسلوب خبري يدل على النصح والإيه والتقرير. البيت اللي بعده بيقول: ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن لا يكرم نفسه لم يكرمه. يغترب أي يفارق، مضادها يلازم ويقيم. عدوا يعني خصما، وكارها جمع عدو أعداء. طب مضادها نقول حليفا وصديقا. يكرم بمعنى يصون، ويحفظ مضادها يهين. نفسه يعني ذاته، وجمع نفس نقول على نفوس وأنفس. لما نيجي معنى البيت، أن الإنسان الذي يفارق أهله ووطنه يلتبس عليه الأمر، فيظن في غربته العدو صديقا له. ومن لم يصن ويكرم نفسه بفعل المكارم والبعد عن الدنايا والصغائر لم يكرمه أحد من الإيه؟ من الناس. لما نيجي المواطن الجمال اللي موجودة في هذا البيت، نقول: ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ودي كناية عن صفة، وهي جهل المغترب بطبائع الناس. وسر الجمال الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل في إيجاز وتكسيم. يحسب عدوا صديقه، نقول عليها تشبيه بليغ، صور العدو بالصديق، وسر الجمال التوضيع. طب بما يوحي هذا التعبير، مهمة جدا، الإيحاءات الفنية عندنا في الثانوية العامة توحي بجهل المغترب بطبائع الناس والانخداع بهم. ولا يكرم نفسه، عندنا هنا نقول على استعارة مكنية، صور النفس بإنسان يكرم، وسر الجمال عند التشخيص، وتوحي بأهمية وتهذيب النفس والسمو بها. ومن لا يكرم نفسه لا يكرم، ممكن أقول عليها كناية عن صفة، وهي ضرورة وأهمية تهذيب النفس. وسر الجمال نقول عليها الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل في إيجاز وتكسيم. من العلاقات اللي موجودة هنا اللي هي معروفة عندنا، كلمة عدو وكلمة صديق بينهما ارتباط يوضح المعنى ويؤكده ويبرزه بالتضاد. يكرم عندي دي مبني المجهول، وديت عندي مبني المجهول للعموم والشمول. وأسلوب البيت كله ديت طبعا أسلوب الشرط يفيد التقرير والتوكيد. وديت يقول لي ليه استخدم أسلوب الشرط
برضو سؤال فني هنا، لماذا استخدم الشاعر اسلوب الشرط؟ نقول لبيان ان الجزاء من جنس الايه؟ العمل. وعند ديت اسلوب البيت كله خبري للتقرير والتوكيد. البيت الثامن: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وان خالها تخفى على الناس تعلم. امرئ المقصود منها الانسان. طب جمع امرئ نقول عليها رجال. طب مضاد امرئ امرأة. كلمة خليقة يعني صفة او طبع او خلق، وجمع خليقة نقول عليها خلق. خالها اي ظنها. طب مضادها تيقنها. تعلم يعني تظهر وتعرف، ومضادها ليه مين؟ تجهل. معنى البيت: مهما كان للإنسان من خلق أو صفة فيحاول إخفائها على الناس وعن طبائع الناس فسوف يأتي عليها وقت من الأوقات وتعلم أو تظهر أو تعرف في أي وقت منين من الأوقات. البيت كله من مواطن الجمال اللي عندنا نقول عليها كناية عن صفة، وهي ضرورة التحلي بمكارم الأخلاق. خالها تخفى على الناس تعلم استعارة مكنية. صور الخليقة دي أو الصفة بشيء مادي إيه؟ يخفى. طب أنا عندي من ضمن العلاقات اللي هي موجودة تخفى وتعلم، بينهما طباق يوضح المعنى ويؤكده بالتضاد. إن خالها تخفى نقول على إطناب بالاعتراض للشك. يبقى احنا قلنا في النص ده كله في اتنين من الإطناب: لا أبا لك يسأم، دي إطناب برضو بالاعتراض. إن خالها تخفى دي إطناب برضو مين؟ بالاعتراض لمين؟ للشك. عندي كلمة امرئ وكلمة خليقة نكرة للعموم والإيه؟ والشمول. طيب من خليقة دي اسلوب مؤكد، ودي اسلوب مؤكد بحرف الجر زائد وهو من. البيت عند كله اسلوب خبري يدل على التوكيد والتقرير. نجد ان في كل الابيات استخدم الشاعر اسلوب الشرط للتشويق والحس على التمسك بهذه الحكم والعمل ايه بها، لانها ضرورة للانسان. البيت الاخير: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق الا صورة اللحم والدم. لسان الفتى أي منطقه وكلامه، جمع لسان ألسن وألسنة، والفتى عند اللي هو الشاب القوي والمراد منه الإنسان، وجمع فتى فتيان وفتية، والفؤاد اللي هو القلب، وجمع الفؤاد اللي هو نقول عليه إيه؟ أفئدة. صورة دي بمعنى شكل، وجمع صورة اللي هي الصور، واللحم عند جمعها اللحوم خلاص، والدم جمع الدم اللي هو مين؟ الدماء. لما نيجي نشرح البيت: إن مكانة الإنسان ليس بطوله وعرضه، وإنما ينال الإنسان مكانته بأمرين، هي قلبه وما يتعلق به ولسانه وما يتحدث به، دلالة على أهمية القلب واللسان، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء بأصغريه لسانه وقلبه. فالإنسان باللسان والقلب، وما عدا ذلك فهو صورة. البيت كله من مواطن الجمال كناية عن صفة، وهي أهمية القلب واللسان. ولسان الفتى نصف نقول على تشبيه بليغ، صور اللسان بالإيه؟ بالنصف، للتوضيح وتوحي بأهمية اللسان. لسان عندي هنا مجاز مرسل، علاقته السببية أو الآلية، وسر الجمال عندي اللي هو الإيجاز والإيه؟ والدقة. ونصف فؤاده نقول عليها عندنا تشبيه بليغ، صور الفؤاد بالإيه؟ بالنصف، للتوضيح. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، ما بينهم حسن تقسيم، يعطي جرز موسيقي تطرب له الآذان. فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم نقول عليها اسلوب كسر عن طريق النفي بلم والاستثناء بإلا، يدل على التخصيص ويدل على التوكيد. وإسلوب البيت كله أيضا خبري للنصح والتقرير. تمام؟ لاحظ عندي هنا ملاحظة على النص، إن نجد إن الشاعر في النص كله الإسلوب خبري. ليه؟ لأنه يتحدث عن حقائق ثابتة، حقائق أكيدة لا مجال فيها للشك. آخر نقطة معانا اللي هو ناخد ملاحظات على النص كده. طبعا النص زي ما احنا قلنا في الأول
هو جزء من معلقة زهير بن أبي سلمة لما قالوا في المعلقة زي ما احنا قلنا في المقدمة في الصلح ما بين القبيلتين، وقال الخبرة التجارب بتاعته ونقل لنا الخبرة، فلابد ان احنا نستفاد منها. أفكار الشاعر طبعا كلها خلاصة تجارب تعبر عن مدى حكمته ومدى بلاغته. التراكيب كلها فيها من ألفاظ قوية جدا، إن الشاعر جاب ألفاظ محكمة ربط الأشياء ببعضها كلها زي ما احنا قلنا في النص كله أسلوب شرط، ربط السبب بمين؟ بالمسبب، لأن النص كله تحس منه كده اللي هو كله عنصر واحد ما فيهوش فجوات، والسبب في جعل إن سيدنا عمر بن الخطاب يمدح هذا الرجل ويقول كان ذهير لا يعاضل في كلامه. أسلوب الشاعر تتوافر فيه اللباقة، يتوخى سلوك الطريق السهل. يعني إيه معنى كلمة سلوك الطريق السهل؟ اللي هو الأسلوب الذي يعتمد على التشويق، اللي هو الأسلوب الذي يعتمد القارئ فيه أن ينظر إلى الجواب، عشان خاطر كده من ضمن الخصائص بتاعته صدق العاطفة، متانة التراكيب، وضوح الأفكار والمعاني، وكثرة الحكم. وفي هذا نكتفي بهذا التعليق على هذا النص، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظرونا في الحلقات القادمة في بقية شرح باقي المنهج، وشكرا لكم.